طيب نشوف اللي افترى. خلينا ناخذ افترى على الله كذبة، ناخذ أول شيء الناس اللي بزعموهم مسلمين، بزعموهم مسلمين. تيجي للدروز، الدروز ما هم مسلمين شيعة، تحولوا من يجون كلهم تعالوا نتحاسب، انتوا في الاصل مسلمين كنتوا، وبعدين تطورت ايش عندكم؟ تجد عندهم من شرائع وحلال وحرام والتفاصيل، وينه هذا؟ هذا من الله، هذا من الله. فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا، هذا كذب، هذا كذب على الله، بتقولوا الله؟ منيجي للإسماعيلية، منيجي للعلوية، منيجي للشيعة الاثنى عشرية الآن، هذول يعني اللي قال الآن لحد الآن كن قالوا جماعة المسلمين. ايش؟ احنا نتكلم عن كذبة الآن مش الكذب، كذبة فهمنا ليش، مشان هناك بتكون السياق نفسه في مطروح قضية فبقول الكذب سبحانه وتعالى. الآن نيجي للشيعة، أوضح شيء، أئمة معصوم لهم عصمة، مين هم؟ طبعا علي، طبعا الرسول ما هو معصوم أصلا، فهمنا مشان يبلغ يعني، علي معصوم، الحسن معصوم، الحسين معصوم، علي ابن الحسين معصوم، محمد ابن علي معصوم، جعفر بن محمد معصوم، موسى ابن جعفر معصوم، وظلك مارق لك من امام 12. شو يعني معصوم؟ مشرع. شو بقول؟ شو بقول؟ شرع. إذن شو يعني ختمة النبوة؟ ايش يعني ختمة؟ اذا في مشرعين بعدين، اذا في مشرعين بعدين شو بقولوا؟ بكون شرع، معصومين. شو اسمه هذا؟ فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا، هذا كذب، هذا كذب. وعلى فكرة فيكوا تماما، ما في فرقة ضالة، ما في فرقة ضالة ان بنى ضلالها على اجتهاد، مفضوحة واضحة. اما قضية انه نختلف في الاجتهاد لاحتمال النصوص، لا، هذا مش هو الموضوع، اللي هو الافتراء على الله كذبا. الاجتهادات والنصوص التي تحتمل مش هي هاي اللي افتراء على الله كذبا، لا، الافتراء تفصيل، انفصل تفصيل كذب مقصود ملوش اساس. وانا تتبعت لسنين طويلة اشوف عندهم شبه الدليل في مفاسدهم ما لقيت، واللي بيقولوا في شبه الدليل يعطونا اياها في عصمة، بالعكس الدليل بيقوم عكسه تماما وبيحرفوا القرآن مشان يقولوا انه معصومين، يعني بيحرفوا القرآن كمان، ويصيروا يقول لك الآية هاي محلها مش هون، وهاي دليلك ترى كذب، فصل الكذب. ولذلك لازم يفهموا هم هذول لما بتأتيهم الملائكة يقولون لهم أين الحسين رضي الله تعالى عنه، أين جعفر، أين شرك واضح لا يحتمل تأويل. بتسمعوهم بيقولوا يا حسين ولا بتسمعوش؟ أينما كنتم تدعون، وين هم اللي كنتوا تدعوهم؟ والواحد فيهم قال يعني بقاتل في ارض المعركة، وبقى يقول يا حسين، تجي رصاصة وهو يقول يا حسين، تأتي الملائكة تقول له اين، وينه الحسين، وينه جعفر، وينه شرك، شرك، ويموتون على الشرك، وهم بينادوا على فاطمة وبينادوا على الحسين وبينادوا. كن قال لك انت بتعادي اهل البيت،
هذا زي قضية النصارى لما تيجي تقولهم المسيح نبي رسول من رسل الله الكرام، كن قال لك انت عدو المسيح، لازم نصلب حتى نصير احنا حبايب. لما نصير حبايب احنا وعيسى عليه السلام لازم يكون مصلوب، ولازم يكون ابن الله حتى نكون منقدر مين، حتى نكون منقدر عيسى ابن مريم. ها وهذولا نفس الشيء كذابين اللي يكذبوا على الأمة، قال انت بتعادي اهل البيت، انتوا احنا من عادي ولا انتوا بتفتروا على الله الكذب؟ احنا الساعة لو افترينا على اهل البيت الكذب بتظل بسيطة هاي، هذا لو افترضنا اهل البيت. ها كيف انت اللي بتفتري على الله؟ منين هاي؟ منين بتجيبوه هذا الافتراء؟